دور عليا يا باشا بس عشان اوفر المجهود. بدور عليك في الدرج. سالم بيه عايزك دلوقتي حالا. اوامر. سيد يا باشا زي ما عمر سعادتك. مساء الخير يا باشا. هلا يا سيد. انت فين يا اخي؟ بقالنا ساعتين بندور عليك وانت مش باين. هكون فين يا باشا؟ انا تحت الامر. الظاهر انه مكسوف يقول لسعادتك انه كان في القسم من ساعتين مع الضابط اشرف. وعلى فكره يا باشا دي مش اول مره. وفيها ايه يا اخي؟ جايز قرايب مثلا؟ حسب معلوماتي مفيش اي صله قرابه. يمكن في حاجه اتسرقت منه وراح يبلغ عنها مثلا. بس سليمان بيقول انها مش اول مره. لا يا باشا اتسرق ازاي يعني؟ دي حتى تبقى وحشه في حقي. معقول يا باشا باب النجار يبقى مخلع؟ طب وبعدين؟ هتسيبنا حيرانين كده؟ شوقتني يا اخي. بصراحة يا باشا أنا رحت القسم عشان ألعب. إيه؟ بتلعب؟ بتلعب إيه بقى؟ هكون ألعب إيه يا باشا؟ عسكر وحرامية طبعًا. إيه يا سيد؟ ما ترد على الباشا عدل. طب والله العظيم برد عدل. أشرف بيه بيحاول يجندني وأنا بحاول أفلت منه من غير ما يمسك عليا حاجة. وفلت يا سيد؟ باشا أنا أساسًا ما ينفعش ألعب مع الحكومة لأن أنا بإيديا دول. مسلم باسم بيه جواز السفر للمزيف اللي مسكوه بيه في المطار. وبعدين يا باشا انا لا غشيم ولا تلميذ عشان العب مع الحكومه. ما انا عارف ان ملهاش عزيز. ده اول هام. وتاني هام حق العيش والملح عند ولاد البلد اللي زيي بيبقى على رقبتهم. وانا عمري ما خنت عيش وملح كلته مع حد. انا عارف طبعا ان كلامي مش هيبقى على هوا سليمان بيه. اللي بيشك فيا من اول يوم رجليا دبت فيه في المكان. بس اعمل ايه يا باشا؟ لازم استحمل. أكل عيشي بقى. وهو برضو أكل عيشه إنه يشك في كل اللي حواليك. تأمرني بحاجة تانية يا باشا ولا أروح أكمل لعب؟ لا روح العب يا سيد. عن إذنك يا باشا. جاي معايا تلعب ولا قاعد؟ جاي. الضابط برضو. أنا جمعتكم النهاردة بعد ما استخلت ربنا وسألت قلبي كتير وشاورته. إيه رأيك في الست زبيدة؟ قال لي ست زي الفل. قلت له يعني أتوكل على الله؟ قال لي أعتمد، بس يا ريت تعتمد النهاردة قبل بكرة. عشان كده أنا جاي النهاردة أطلبها منك يا عم أسامة. ها؟ قلت إيه؟ مالكم مكتومين ليه كده؟ على فكرة المحامي كسب قضية الخلع، يعني الست زبيدة حرة دلوقتي، عشان كده أنا بطلبها للجواز. قلت إيه؟ طب إزاي؟ إلا إزاي؟ هتجوزها على سنة الله ورسوله. تعرف أنا قلت أول ما هتشوف الفاكهة والبطيخ اللي في غير أوانه والطقم اللي أنا لابسه هتفهمها وهي طايرة. هو الطقم وحش؟ ده قمة الشياكة. حفظتي. إيه يا عم أسامة؟ ما سمعتنيش ردك يعني؟ أنت معانا في الملكوت هنا ولا؟ انت بتضرب ترامادول يا اسامه؟ لا انا مش قادره اصدق البجاحه. انت خلعتيه فعلا؟ انت ليه عملتي كده؟ جرايه يا اختي، جرايه قصقص، بحافظ على ما تبقى من انوثتي ولا اهدرها؟ ما تسمعينا زغروطه ورده. وانت يا عم هات ايدك يلا عشان نقرا الفاتحه. يلا ها. عايز حته بطيخ. يلا يا واد. هو الراجل ده جاي يتجوز ماما ازاي وهي متجوزها بابا؟ ما تخافش يا بابا، أمك مش تتجوز حد. جرى إيه يا أسامة؟ داخل جري على أوضتك بدل ما تفتح الباب وتطرده وتقول لزبيدة كلمتين ناشفين. أنت مش راجل البيت ده، وإحنا دلوقتي كلنا في حماك. مالك ساكت ليه؟ ما ترد عليا. تكونش موافق على اللي بيحصل. موافق إيه بس يا وردة أنت كمان؟ أنا لا طايقه ولا طايقها ولا طايق نفسي. بس أنا مش عارف أعمل إيه. ليه يا اسامه؟ عشان انا لو فتحت بقى يا ورده انت اول واحده هتتاذي ولا ناسيه. الدكش جاي بره فرد دراعه عشان عارف ان هو داخل معركه كسبانه وعارف ان محدش فينا يقدر يقول له لا. زبيده عايزاه وسيد هربان، وانت عارفه وانا عارف ان موضوع زناتي ده هيتفتح في القسم بعد 5 دقايق من خروج الدكش من هنا لو قلنا له لا. يعني في الاخر كل اللي هيحصل انت هترمي في السجن يا بنت الناس، وانا برضو مش هقدر امنعه ان هو يتنايل يتجوزها.
مين؟ اهدى، في ايه؟ يا ده الله يحرقك يا حبيبي. يا مفيش جواز، امي مش هتتجوز، اطلع هتجوزها يا حبيبي. تعال يا حبيبي بالراحه على الواد. تعال يا طارق، تعال يا طارق، معلش غيرنا على امه، رجوله مبكره. راحة فين يا وردة؟ مش عايزة أبقى شوكة في ظهر حد ولا حد يشوف هوان بسببي. كفاية إن طول عمري حملي على ظهري لما ظهري اتقطب. طب إيه دي؟ هنلاقي حل والله إن شاء الله. الحل إن كل واحد يشوف له طريق. البيت ده خلاص وقع يا أسامة. أمي فرحات في السجن وسيد هربان وأنا متهددة. زبيدة طول عمرها رأيها من دماغها. الفرصة جات لها بعد ما الدكش خلقها من أمي فرحات. يعني بقى في راجل جديد في البيت، راجل ما فيش حد فينا بيطيق، وفي نفس الوقت هيفضل كاسر عينينا لانه ماسك علينا زل. لا حد هيعرف يقول له لا ولا يوقفه عند حد لو زودها عن اللزوم. يبقى نقعد ليه؟ لا نقعد يا ورد، نقعد عشان انا وانت بنحب بعض، نقعد عشان احنا الاثنين مع بعض هنبقى اقوى. صدقيني سيد لما يعرف اللي بيحصل ده هيقف معانا. يعني احنا الثلاثه نقدر نوقف الدوكش. لازم تتكلمي معاها يا ورد. مش معنى ان اختك الكبيره ما تسمعلكيش. انا ياما حاجات بتضايقني بقولها لسيد، والله ساعات بيسمع كلامي. مع ان انا صغير يعني ومش مجبر. ورده لازم تتكلمي معاها. لو عايزين اعمل ده معاك انا جاهز. يا ستي هتبقى كلمه مني على كلمه منك. جايز اختك يعني ربنا يهديها وتسمع لنا. زبيدة مش اختي. يعني ايه؟ مش اختي يا اسامة. زبيدة تبقى امي. امي اللي خلفتني وما قالتش لحد انها خلفتني. امي اللي ممنوع عليا اقول لها يا امي.